السلام عليكم، معكم مطبخ ام علي من نيويورك. وحشني جدا يا جماعه، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل حاجه كويسه جدا، بس لو اول مره بتزوروا القناه وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان اي جديد اعمله ينزل لكم ان شاء الله. اتمنى تشجعوني بلايك. النهارده هنعمل الدنش الامريكي، الدنش بقى اللي قالب الفيس كله وقالب امريكا كلها عندنا. حقيقي من الحاجات الجميله جدا 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 اللي بنحب ناخدها في الفطار وناخدها معانا واحنا رايحين الكليه واحنا كمان رايحين الشغل بتاعنا، يعني تقدروا تقولوا ان هو رقم واحد عندنا. تعالوا تابعوا الفيديو وشوفوا المقادير معايا ونشوف هنعمله ازاي. يلا بينا. هنزل هنا برشة ملح بالسكر اخلط كويس جدا، معايا البيكنج باودر برضو، اخلط جامد، وهنزل بالخميره بتاعتي بعد ما دوبتها حطيتها في ميه دافيه، هنزل بيها هنا، وهنزل ببيضه سهله جدا دلوقتي هنزل بيهم على المكنه، وهضيف اللبن بالتدريج. الزبده بتاعتي اهي، هاخد الجزء ده وهشغل المكنه ما دلوقتي. شكلها بعد ما اتعجنت لازم الملمس بتاعها يبقى كده، تعمل معاكي ستريتش طول ما هي بتفرد معاكي كده وما بتلزقش في ايدك، تعرفي انها تطلع معاكي كويسه. شايفين هسيبها طبعا ترتاح شويه في مكان دافي وبعد كده ارجع لها عشان اشتغل عليها. هغطيها هذه وشها وهذه المكان كده زيت وهحطها. ده شكلها بعد ما ارتاحت، واو شايفين عامله ازاي يا جماعه، بقت مطاطه ازاي جميله. هشتغل عليها بقى، هقطع التفاح عشان اسويه، هنزل بيهم هنا، هعصر عليهم نص ليمونة حوالي معلقة كبيرة ليمونة، وهنزل بمعلقتين سكر كبار، واروح بيهم على البوتاجاز اخليهم يتبلوا. صوص التفاح اللي عملته هنزل عليه بحاجة بسيطة جدا فانيلا عشان يديني ريحة جميلة، زي ما انتوا شايفين هو محتاج مني ميه يا جماعه عشان التفاح ده فريش جدا، فديته ميه بسيط حوالي 4 معالق كبار ميه عشان ما يتحرقش مني، لاني لقيته فريش محتاج ياخد وقت خفت يبوظ. شايفين كده استوى،
ابتدي ألمه بالشكل ده عشان يديني نتيجة حلوة. وانا بلمه اشد فيه امط، خليه يمط معايا. شايفين طول ايه؟ هيديني مقاس كبير. وبعدين ابتدي الف كده 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 لو عايزة اعملها كده، بس انا عايزة اعملها كده وافتحها من هنا، عايزة افتحها هتديني شكل احسن. شايفين بالشكل ده؟ وابتدي بقى الف، وهعمل حسابي وانا بلف في السبيس عشان هتبتدي تفرد معايا. افتحها كلها، اتاكد ان كله مفتوح بالشكل ده، واشتغل على الباقي. هنا بمعلقة عسل على البيض عشان عايزة وشها يبقى مقرمش وأحمر. اللي مش عاوز يحط عسل ما يحطش بس كتير عشان ما ينزلش لتحت وهو بيستوي يحرق ويعمل حريقة في الفرن. فخلي بالكو، خلي بالكو جدا عشان العسل لما بينزل على الصينية بيعمل حريقة، فحاولوا ايه خلوا بالكم ما تحطوش كتير. يعني انا عشان متعودة على كده ببقى عارفة اعمل ايه. ممكن تحطي بيض بالشكل ده، التفاح اللي انا عملته من جوه كده في النص. ممكن تحطوا اي حاجه انتوا بتحبوها، عشان في ناس ساعات بتكتب بتقول نحط حشو ايه. الحاجه اللي بتحبوها حطوها يا جماعه. هبتدي افرد فيها عشان تديني مقاس كويس وادخل التفاح جواها كده. نفس الشيء احطها على درجة حرارة 180. خلينا نشوف هتاخد مني كام. هعمل بقى شوية عندي اللي هو الجيلي بتاع الفراولة، وعندي جيلي عنب. هشوف هعمل ايه دلوقتي، يعني هشكل هو في الفرن. شايفين وبنقدمه بالشكل ده، خطير خطير جدا 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 يا جماعة، حقيقي انا مبسوطة بيه جدا. الحمد لله طلع كويس قوي قوي، يستحق ان هو يتعمل كل يوم بكل المكونات بتاعتك بتبقى عندك في البيت نظيفة انت عاملها بايدك، متأكدة هي معمولة ازاي. بتاخديه معاكي في الصباح وانت رايحة شغلك، بتدي للولاد منه هما في المدرسة. شايفين روعة حقيقي، انا بفطر بيه في الصباح وساعات باخده قبل ما انام يا بتعشى بيه. اتمنى انكم تجربوه وهيعجبكم ان شاء الله. ولو اول مره بتزوروا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان اي حاجه جديده اعملها تنزل لكم.
وشير ولايك تشجيعا ليا. اتمنى تزوروني على الفيس وتويتر يا جماعة. كل سنة وانتو طيبين. كان معاكم مطبخ ام علي من نيويورك.